صعوبة مع فلاسيتش. فلاسيتش حتى هذه خطيرة، هذه خطيرة في الجول، في الجول، في الجول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه جول، هذه جول، هذه جول يا سادة، ما فيش كلام، هذه جول يا سادة، الله عليك يا سلام. الأول لتورينو، هيتورو يضرب الشباك، 1-0 لفرقة تورينو. شوف اللعبة وشوف اللمسات وشوف الانطلاقة والجهة اليسرى الفعالة الشغالة اللي ممكن انطلقت. فاز عليهم مرتين وتعادل معهم في 4 مناسبات. خطأ في التمرير، هذه خطيرة، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول. نعم، أودينيزي يعود، أودينيزي يعود في وقت نستعيد فيه ذكريات ومواجهات يوريتش أمام أودينيزي. هدف التعادل يأتي. ديولوفيو، أنا حاضر، أنا موجود، أنا الذي أسجل، أنا الذي يصل إلى الشباك، أنا الذي أتمركز في المكان الصحيح. هنا اللقطة وهنا التمرير وهنا الخطأ وهنا تحية الأحد الإيطالي. كرة تعود من جديد، ملعوبة، هذه خطيرة. يا سلام يا سلام يا بيليغري، بيليغري في المرمى، بيليغري في الشباك، بيليغري أخيرا يظهر في هذا المساء، أخيرا يسجل أول أهدافه، أخيرا يضرب الشباك. بيليغري، بيليغري، بيليغري. هكذا كانت أصوات المدرجات، أول أهدافه في هذا السيزون في الجولة 10 يا سادة. قلت لكم لوفريتش شعر بحرارة المباراة.